أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما رأيكم في من يقول لا تفرقوا بين المسلمين ولا تحذروا من الرافضة لأنهم مسلمون؟ نحن لا نفرق بين المسلمين، بل ندعو إلى اجتماع المسلمين، لكن المسلمون الذين ليس عندهم نواقض من نواقض الإسلام، المسلمين الصحيح نحن ندعو إلى اجتماعهم، أما من عندهم نواقض من نواقض الإسلام فهؤلاء ليسوا مسلمين. نعم، كيف نغطي شرهم بهذه الكلمة؟ نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.